السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم قناة بروسوفت فيديو دوت القناة. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي أو استكمال لدورة سي بلس بلس جي أو أي أبلكيشنز ويز فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي تفتح نافذة جديدة من نافذة تانية، أو إزاي تعمل نافذة وتربطهم مع بعض بقى زي ما أنت عايز، وتفتح كذا نافذة زي براحتك براحتك عشان تعمل برنامج قوي. يعني طريقة سهلة جدا، انت اولا لازم انوع عن حاجة، برضو احنا هنشرح برضو ازاي تفتح صورة، بس خلينا برضو بس في النافذة الاول. هتروح كده عند البروجيكت بتاعك، بعد كده تدوس كليك يمين، بعد كده اد، فين اد؟ ايوه اد ايتم، نيو ايتم، بعد كده تروح على يو اي، بعد كده ويندوز فورمز، بعد كده هتلاقي هنا تكتب بقى اسم الفورمة بتاعتك، ماي فورم مثلا واحد هنخليها كده، بعد كده تدوس اد. نستنى كده شوية برضه، نقفلها كده ونفتحها تاني. هتلاقي هنا برضه جات هنا جنب تحت الماي فورم اهي، شغالة ده تمام زي الفل ماشي. برضه انت شغال برضه نفس الحكاية، برضه ممكن تشد هنا وتتعامل معاها، برضه ليها برضه ملف ماي اتش، يعني ليها برضه ملف هيدر، ملف كود لوحدها، يعني ملهاش دعوة بالكود. يعني كل، يعني بص، كل فورمه ليها ملف لوحدها. يعني كل فورمه، يعني بص، الماي فورم بتاعتك ليها ماي فورم دوت اتش، ليها ملف تصميم بتاعه، وليها ملف برمجه خاص، وكل فورمه ليها ملف برمجه خاص وليها ملف تصميم، مش هيدخلوا مع بعض. طب ازاي نربطهم مع بعض؟ ولو مثلا ايه، تعال كده نفتح الماي فورم الاولانيه بتاعتنا مثلا، ده عندنا زر اهو، زر من الماي فورم بتاعتها، الزر ده هنفتح منه الماي فورم التانيه. هنيجي هنا تحت فوق خالص، خلي بالك في عند الفورمه اللي انت هتفتح منها الفورمه التانيه دي اللي انت هتستدعيها منها. يعني مثلا ايه، احنا كده ايه، ماي فورم الاول، اي اول ماي فورم بتاعتنا اللي هي دي، الزر ده هو اللي هيفتح منها الماي فورم التانيه. فلو هنروح عند الملف الكود بتاع الماي فورم الاولانيه، اقول هاش انكلود علامتين تنصيص، هتلاقي كده هيجي لك ايه، الماي فورم الواحد، هيجي لك كده ايه، الملف البرمجي او الكود بتاع الفورمه التانية. هتدوس انكلود دي، واخد بالك كده، احنا عملناها انكلود. هننزل تحت عند بقى، خلاص احنا دلوقتي ايه، عملنا انكلود للماي فورم التانية، ناخد منها كائن، هنقول ماي فورم، ماي فورم 1 اللي هي دي، طبعا الماي فورم دي اسمها ماي فورم، الماي فورم التانية اسمها ماي فورم 1. هنقول ايه، ماي فورم دي ماشي اف 2 مثلا، هنسميها اف 2 بس، بتساوي جي سي نيو ماي فورم 1 بس كده. خليها جلوبال عشان تقدر تفتحها، يعني لو انت مثلا عايز تكتب مثلا السطر ده جوه الداله دي، بحيث ان ما يبقاش جلوبال على كل الازرار براحتك خالص، ما فيش اي مشاكل. هنيجي هنا بقى نكتب اف 2 شو، او شو ديالوج، يعني ممكن تكتب شو بس كده، كده احنا بنعرضها. تعال كده نعمل ران، يس، استنى كده شويه، ندوس كده على الزر بتاعنا، فتح لنا الفورمه التانيه خالص معانا، ما فيش اي مشاكل. نقفل كده ونقفل كده. ممكن انت ايه بقى، يعني مثلا ايه، ممكن تظهر ان انت الفورمه الاول التانيه، وبعد كده تخفي الفورمه الاوليه. ازاي؟ دي كده ايه، نكتب ايه، زيس، زيس دي داله على الفورمه اللي احنا فيها دلوقتي، الفورمه اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، زيس هايد كده، احنا بنقول له استدعي الداله هايد اللي هي بتخفي الفورمه الاولانيه. لو احنا كده عملنا لوكال ويندوز ديباجر، دوس كده، الفورمه الاولانيه اختفت والفورمه الثانيه بس هي اللي ظهرت. نقفل كده، طبعا الفورمه الاولانيه هي لسه شغاله، يعني ايه، لسه ما اتقفلتش. تعالى كده نقفلها كده بتاع. طب افرض انا مثلا ايه، انا عايز مجرد ما انا اقفل الفورمه الثانيه، الفورمه الاولانيه برضو تتقفل معاها. ازاي؟ هنقول كده ايه، ابلكيشن، في كده ايه ابلكيشن هنا، اكزيت، دي داله بتقفل الابلكيشن كله، يعني ايه، بغض النظر بقى انت في اني فورم في اني بتاع، لا هي بتقفل الابلكيشن كله. تعالى كده ايه، نعمل لوكال ويندوز ديباجر، نفتح كده، لا بس هي تقفلها معاها صح،
لا لا تعال نقفلها كده، استنى شوية كده، كنترول ناخدها كده كات. اسف يا جماعة، بس احنا المفروض اصلا نحطها في الفورمة التانية بقى، ماي فورم ده الزر بتاعنا الاولاني، كنترول في بيست. ماشي، لوكال ويندوز ديباجر. بوتون 1، بوتون 1، قفلنا الابلكيشن كله يا جماعه. ممكن انت بقى ايه يعني ايه من خلال مثلا الماي فورم 1 دي، اللي انت تيجي هنا بعد كده الايفنتس، فين ما فين فورم، في هنا زر اللي هو بتاع الحدث ده اللي هو بتاع الكلوزنج ده، اي فورم كلوزنج. الفورم كلوزنج ده من خلاله ان انت تقدر تلعب في الفورم، يعني ايه الزر ده لما يتداس عليه مثلا ما تقفلش، يعني الديفولت بيقفل، لا احنا ممكن ما نخلوش يقفل ويقفل الابلكيشن كله، يعني ما يقفلش الفورمه دي بس، لا يقفل الابلكيشن كله. طب احنا مثلا ايه في هنا مشكله، يعني مثلا في الفورم كلوزنج دي ان احنا هي بتقفل، الديفولت بتاعها بتقفل مهما كتبت هنا في الكود، هي بتقفل، هي بتنفذ الكود بعد كده بتقفل. طب ازاي نلغي الحدث ده؟ انوه لنا اي، طبعا الاي ده الحدث اللي هو، يعني لو انتوا شفتوا كده حضراتكم فين اي، الاي ده اللي هو ايه الفورم كلوزنج ايفنت ارجس، ده الايفنت اللي بيحصل، بيحطوا لك كله اللي هو الايفنت ده بيحطوا لك في الاي. هنقول ايه كانسل، احنا كده بنكنسل قفل قفل الفورمه دي، هنقول ترو كده، احنا كنسلنا قفل البتاع دي. لو كده مثلا عملنا جرن كده، تعال نجرب بص مش راضي تقفل، لو دوست عليها كده برضو مش راضي تقفل. تعال كده نقفل بقى البرنامج بتاعنا خالص. ايه بقى في ايه؟ اه صح، عشان احنا كنسلنا القفل. خلي بالك احنا ايه، هو الاكس ده احنا ما احنا قفلناه، يعني احنا كده ايه مش هنقفل الفورمه بتاعتنا، يعني دي عادي على دي، احنا بنقول له ابلكيشن اكزيت، احنا بنقول له الاي كنسل مش هنقفلها، يعني كده الفورمه مش هنقفلها بس كده، ملناش لازمه دي دلوقتي. بس افهمك حاجه، ان الابلكيشن اكزيت دي لو انت تهت ولا حاجه، الابلكيشن اكزيت دي احنا بنقول له اقفل البرنامج، بس احنا هنا بنقول له الفورمه دي ما تتقفلش، واخد بالك؟ يعني هو بيحاول يقفلها، فمش هي مش هتتقفل لان احنا قلنا له ايه ما تتقفلش. طب انت ممكن ايه بقى تظبطها مع نفسك كده، ايه بحيث ان إيه لو في امر، لو في مثلا لو إيه انت مثلا استخدمت حاله الاف، تبقى الاي كنسل دي موجوده، لو مش لو في حاله مش موجوده تبقى مش موجوده، عشان تقدر بس ايه ان انت تتعامل مع الفورمه. طبعا هختصر له وقت، احنا مش هنعمل الكلام ده كله، احنا قلنا ايه في الاول، وبس ده كان درس النهارده يا جماعه. بس حبيت بس انوه على حاجه، بس عايز انوه على حاجه، ان البتاع ده خلي بقى خالص بقى، خلي فتح الصوره ده الحصه الجايه عشان بس اختصار للوقت. عايز بس انوه على حاجه، ان مكان ما انت هتفتح الفورمه انكلود ليها، يعني مثلا لو احنا مثلا نفتح فورمه من دي الفورمه الثانيه اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، نفتح كده الزر بتاعها، هنعمل فورمه ثانيه او فورمه ثالثه قصدي بنفس الطريقه بنفس الحكايه برضو، وهنعمل لها انكلود في الفورمه الثانيه مش في الفورمه الاولانيه. مطرح ما انت هتفتح الفورمه هتعمل لها انكلود دي. بس اللي كنت حبيت انوه عنها، يا ريت كنت استفدت من الدرس النهارده. لو عجبك دوس لايك، لو ما عجبكش حط اللايك، ولا انا ما عجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.